جثة عبدو انه سبق وتجوزت مش من فترة قصيرة من منتج لبناني، بس اخفت هذا الموضوع كرمال يقدروا يعيشوا سوا حياة سعيدة. انا بحب حياتي الخاصة تكون خاصة لإلي. كتير انسأل نعم من خلال هيدي الصورة يلي ظاهرة قدامنا عشان انتشرت. انا بس كنت حابة، كنت نهارتها عايده بعيد ميلاده، بس من بعد قد ما انتشرت وطلع اخبار وصرت شوف اشاعات قلت خلص حرموني اني احط ولا صوره بقى. جيرار بيكي خان شاكيرا مع اعز صديقه لإلا، وهيدا كان سبب طلاقهم الاساسي، وهالصديقه بتكون المدربه اللياقه البدنيه تبع شاكيرا، وصارت الخيانه بوقت كانت علاقتهم منا منيحه، وخبر شاكيرا موظف عندها بهيدا الموضوع. اعترف عمرو دياب بحفل جوي اووردز انه غنى بلاي باك، وهالشي كتير افرح الجمهور لانه اعتبروه انه احترم ذكائهم. بعد طلاقه احمد العوضي بالمستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية. كشفت نادين الراسي عن مشاكلها بينه وبين ريتا بارسونا خلال تصوير مسلسل غنوجة بيا، وقالت انه ريتا كانت مقربة من المنتج وما خلوها تستلم جايزة.